يمكن يعني في حالة ان قدر ليك الفوز بالانتخابات، هل هتحاول انك ترجع سيف فاروق جعفر لنادي الزمالك مرة تانية، خصوصا انه من ابناء نادي الزمالك؟ لو النادي محتاجه هجيبه. لو النادي محتاجه يعني برضه في الوقت الحالي من وجهة نظرك شايف النادي الزمالك محتاج سيف، ولا ممكن يبقى بعيد شوية عن حساباتك؟ ولو فكرت من النجوم السابقين اللي مشوا من نادي الزمالك او اللعيبة اللي كانت اخر سنة، اي لعيب مشي من نادي الزمالك في خلاف في فرص جات له ماديه اكتر، انا الحمد لله يعني عندي القدره ان ارجع لعيبه، وانا اعرف اتكلم مع اللعيبه واللعيبه بتحترمني وبتقدرني كويس جدا، وانا بعرف اتكلم اللغه اللي بترضي اللعيبه، واللعيبه على فكره لما بتيجي تتكلم معاه بتتكلم معاه بلغه ان ده لعيب، وهو بيبص لك ان انت ابوه واخوك كبير يعني، فبيتعامل معاك من منطلق ده. اللفظ اللي بيخرج من بقك ليه بتتحاسب عليه، ممكن تقول له لفظ يضايقه، لفظ يسيبك ويمشي، لفظ يرفض ان هو يقعد معاك، لكن اما انت تبقى عارف التجارب دي ولغه الحوار بتاعت يعني لعيبه الكوره دول او الرياضيين ليهم لغه بيتكلموا بيها مع بعض. فانا طبعا اكيد ازاي بفكر في سيف هفكر في كل الاولاد، لكن هتبقى يعني انا طبعا انا زعلان طبعا ان سيف مشي، ولكن سيف مشي يعني انا مش عارف ايه الاسباب ان هو وصل لمرحله كده، لكن اي لعيب كوره عايز يجي النادي وطبعا هيبقى من افكار يعني ان شاء الله تبقى موجوده ان سيف يرجع لبيته والمكان وتربى فيه. سيف ده وعنده 4-5 سنين وهو في النادي، وما تنساش ان يعني الفتره اللي كان موجود فيها سيف كان بيأدي كويس وبيطلع رجل مباراه وبتاع، فازاي تحافظ على اللعيب؟ وده الفكر اللي انا بتكلم فيه، ولكن كل اللعيبه فوق دماغنا وفوق راسنا، وكل اللعيبه نحترمها ونديها وضعها، وكل اللعيبه لازم تتماسك في الفتره اللي جايه، ان كل واحد هيمر بالظروف اللي انا مريت بيها، لعيب ثم مدرب ثم انا كنت مدير فني اتحاد الكوره، كنت مدرب لمنتخب مصر، كل الحاجات ومحاضر في اتحاد افريقيا، كل الكلام ده كويس جدا، لكن انت هتيجي تمر بظروف ان انت شفت النادي تهزز، عايز ترجع النادي بتاعك، كيانك اللي انت تربيت فيه اللي هو خيره عليك، اللي هو جاب لك عربيه ولبسك احسن حاجه وخلاك جوزت احسن جوازه، نادي، فالواحد لازم يفكر كده.